السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مشاهدينا من مركز أخبار قناة الكأس الرياضية في قطر. أهلا بك لانا وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في نشرة التاسعة. نبدأها بأبرز العناوين رفقة الزميلة أليس حكيم. شكرا للزملاء، أحييكم مشاهدينا وهذه عناوين التاسعة. فريق الأدعم يضيف ذهبيتين وبرونزية إلى الحصيلة القطرية في ثاني أيام آسيوية القوى في طهران. سيدات منتخبنا الوطني يكتسبن خبرة جديدة ويعززن المهارة في مواجهة سيدات بايرن ميونخ. في دور نجوم كيو أن بي، التحيل يستعيد الانتصارات ويعزز الصدارة، وريان يكسب الوصافة مؤقتا. وفي التاسعة أيضا، صفقات شتاء الدوري، محاولات لترتيب الصفوف وأسماء بارزة عادت في اللحظات الأخيرة. إلى تفاصيل التاسعة. حافظ منتخبنا الوطني لألعاب القوى على إيقاعه المبهر في البطولة الآسيوية داخل الصالات المقامة في إيران، وأضاف ميداليتين من الذهب الخالص وثالثة برونزية. منتخبنا الوطني رفع رصيده من الذهب إلى 3 ميداليات بعد أولى الليلة الماضية، وشحت صدر العالمي معتز عيسى برشم في منافسات الوثب العالي. كانت الذهبية الأولى في اليوم الثاني للبطولة الآسيوية عن طريق عبد الإله هارون في سباق الأربع 400 متر، وفي سباق 800 متر نال أبو بكر حيدر الذهب الآسيوي، في حين ارتبطت الميدالية البرونزية بالعداء محمد ناصر الذي حل ثالثا في 400 متر. إذن متابعة للحدث ولهذه الإنجازات القطرية، ينضم إلينا مباشرة وعبر الهاتف من الدوحة نائب مدير المنتخبة الوطنية لألعاب القوى خالد المري. سيد خالد، بعد التحية، كيف تقيمون حصاد منتخبنا الوطني في هذا اليوم الثاني للبطولة الآسيوية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أحييكم وأحيي المشاهدين. والله الحمد لله رب العالمين. هذا عادات اتحاد ألعاب القوى، دائما في الصدارة ودائما حاصدين الذهب في كل المحافل الحمد لله. طبعا هذه بداية الموسم الآن، طبعا الموسم الرياضي يبدأ في ألعاب القوة من شهر 10، وهذه السنة هذه هي سنة بطولات الصالات، والحمد لله بديناها في بطولة آسيا والشباب ما قصروا، خصوصا معتز وهارون وأبو بكر وأيضا أصحاب الفضية ياسر ضغراب وتوسن في وبرونزية أيضا محمد ناصر عباس. هذه طبعا يعني أحيي الشباب كلهم وأحيي اللاعبين وأقول لهم يعني ما قصرتوا، وإن شاء الله في منهم تأهلوا لبطولة العالم للصالات اللي سوف تقام إن شاء الله في برمنغهام في 1 مارس الجاي إن شاء الله. نعم، وإن شاء الله أن احنا نبيض الوجه دائما مثل ما تعودنا يعني اتحاد ألعاب القوة بإذن الله. طيب، يعني 7 ميداليات بين ذهب وفضة وبرونز، هل يرقى هذا الرقم إلى مستوى تطلعات اتحاد أم الألعاب؟ طبعا هو رقم مش بسيط. أيضا عندنا بكرة عندنا مسابقتين 1500 ومسابقة التتابع في 400 متر. نأمل إن شاء الله أن احنا نحصد بعد ذهبيتين أو فضية وذهبية إن شاء الله. نعم. ويعني مقارنة ببطولة السابقة، يعني طبعا البطولة السابقة كان فيها أكثر من ذهبية، أكثر من العدد هذا، ولكن الآن في لاعبين مش موجودين في البطولة هذه مثل محمد القرني، مصعب بلة، هؤلاء مش موجودين أيضا. نعم. ونقصت بسببهم يعني عدد الميداليات. نعم، إذن نائب مدير المنتخبة الوطنية لألعاب القوى خالد المري، شكرا جزيلا لك. بحضور أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية جاسم راشد البوعينين، خاض منتخبنا الوطني للسيدات لكرة القدم
مباراة دولية ودية أمام الضيف الألماني بايرن ميونخ. المباراة التي انتهت بفوز العملاق البافاري سجلت حضور لفيف من الشخصيات والمسؤولين، تقدمهم سعادة هانس أودو موتسل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة قطر. لحظات مميزة عاشتها سيدات منتخبنا الوطني لكرة القدم برفقة عملاق الكرة الألمانية والأوروبية والعالمية بايرن ميونخ للسيدات. الملعب العشبي بمقر لجنة رياضة المرأة القطرية كان شاهدا على المباراة الودية التي اصطفت فيها لاعبات العنابي إلى جانب صفوة اللاعبات الألمانيات. الأخوات الفاضلات في لجنة رياضة المرأة استغلوا هذه الفرصة بإقامة معسكر تدريبي كذلك مع فريق بايرن ميونخ للسيدات من أجل الاحتكاك و زيادة الخبرة للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المطلوبة من لجنة رياضة المرأة. جاء اللقاء الودي في إطار استضافة لجنة رياضة المرأة القطرية للمعسكر التدريبي للفريق الألماني الذي غادر الدوحة عقب المباراة مباشرة في أجواء من الارتياح، بعد أن اختتم إقامته بلقاء ودي شهده حشد من القيادات الرياضية والدبلوماسية في الدولة. إدماج اللاعبات من الفريقين أضفى على اللقاء أجواء حميمية ومنح طرفي المباراة الفرصة للاستفادة وتبادل الخبرة الكروية. جدا سعداء بهذا اللقاء الودي، وهو عبارة عن لقاء بيكون في ميكس بين فريقنا وفريقهم، لأن فريقنا بيكون أندر 14 وفريقهم هو الفريق الأول، لكن طبعا الفائدة الأكبر هو لفريقنا أنه يلعب مع فريق عريق بيكتسب مهارات جديدة، يحتك بلاعبات لهم خبرة وباع طويل في اللعب. أعتقد أن الوقت قد حان لإحضار الفريق النسائي هنا إلى قطر لأول مرة، حيث كنا بطلات الدوري الألماني منذ عامين، وقد حضرنا إلى هنا بالتنسيق مع لجنة رياضة المرأة القطرية في إطار تشجيع المرأة القطرية لممارسة لعبة كرة القدم. بايرن ميونخ كانت رحلته إلى الدوحة موفقة بعد الاحتفاء الكبير الذي ناله الفريق من خلال إقامة حفل رسمي تكريما له، إلى جانب رحلات الترفيهية والتثقيفية للوفد الألماني الرياضي. لمركز أخبار قنوات الكأس، غادة عصفور، الملعب العشبي بلجنة رياضة المرأة القطرية. إلى ثاني أيام الجولة الخامسة عشرة، حيث قاد التونسي يوسف المساكني فريقه الدحيل للفوز على الأهلي بأربعة أهداف. فوز يعيد الدحيل نغمة الانتصارات ويعزز موقعه في صدارة الترتيب العام، في حين بات الأهلي مهددا بالتفريط في المركز السابع لفائدة الخور. بعد كل عثرة يرغب معظم الأندية في التدارك وإن كانوا ثابتين في مراكزهم. ضياع نقطتين من الدحيل في الجولة الماضية أمام الريان جعلهم يدخلون اللقاء بنية الانتصار لا غير لتأكيد نوايا إحراز اللقب. هذه النوايا لم تتأخر كثيرا حتى بدت جلية واضحة، فما هي إلا خمس دقائق مرت وفي السادسة إسماعيل محمد يهيئ كرة للمساكني والأخير يسكنها شباك الأهلي. وعلى غير عادته بسبب قصر قامته، إلا أن المساكني ارتقى في الدقيقة 23 مستغلا كرة ركنية ضاعف بها النتيجة لمصلحة الدحيل. متصدر جدول الترتيب ظل يعزف منفردا وفعل كل ما يريد. المساكني بعد تسجيله لهدفين لم يكن أنانيا، ووضع زميله يوسف العربي في أفضل حال أمام مرمى العميد، والعربي لا يضيع هكذا فرص، والنتيجة ترتقي للثلاثة. في الشوط الثاني استسلم الأهلي ولم يصنع أي تهديد يذكر على مرمى الدحيل الذي حافظ على الكرة وسجل الهدف الرابع بواسطة المساكني الذي وقع على ثلاثيته الشخصية. برباعية نظيفة عاد الدحيل لسكة الانتصارات رافعا رصيده ل 39 نقطة، فيما بقي الأهلي في المركز السابع مؤقتا ب 16 نقطة. لأخبار قنوات الكأس، يوسف مومن، الدوحة. من جهته حقق نادي الريان فوزا مريحا بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام المرخية رافعا رصيده إلى 35 نقطة. صحيح، لأن الفوز سمح للريان باعتلاء وصافة الترتيب العام مؤقتا، في حين تعقدت وضعية المرخية أكثر في أسفل الترتيب بثمان نقاط. الريان أظهر نيته في الفوز مبكرا وافتتح التهديف عبر سباستيان سوريا بعد 10 دقائق فقط عن صافرة البداية، لكن المرخية عادل نتيجة سريعا في الدقيقة 22 عبر محمد صلاح النيل. في شوط المباراة الثاني أعاد الريان ترتيب الأوراق وتمكن من التسجيل عبر عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 70،
ليؤمن بعد نجم الفريق رودريغو تاباتا الفوز بهدف ثالث في الدقيقة 80. بعشرة لاعبين أحرج فريق العربي منافسه أم صلال وفرض عليه التعادل السلبي من دون أهداف. بعد التعادل نال كل فريق نقطة واحدة، حيث رفع أم صلال رصيده إلى النقطة 21 والعربي إلى 12 نقطة. رغم حاجة الفريقين للنقاط الثلاث غابت الأهداف على مدار الشوط الأول. المشهد تكرر في الفترة الثانية والتي شهدت فرصا سانحة للتسجيل من الجانبين. طرد اللاعب اليمني مدير عبد ربه في الدقيقة 62 أو طرده كاد يقلب توازن المباراة، لكن العربي عرف كيف يخطف تعادلا بطعم الانتصار. هذا وتختتم ثالث أيام الجولة 15 للدوري بقمة قطر والسد. المباراة تنطلق عند الساعة 6:45 دقيقة في ملعب سحيم بن حمد بنادي قطر. يسبق ذلك لقاء الخور والغرافة المقرر في ملعب الخور عند الساعة 4:35 دقيقة. قبل الجولة 15 أغلقت أبواب سوق الانتقالات بصفقات شكلت عناوين بارزة في الوسط الرياضي. مفاجآت في اللحظات الأخيرة وأسماء بارزة ستكون حاضرة في الأمتار الحاسمة لهذه الموسم. هذه قراءة في الموضوع مع الزميلة إليس حكيم. تفضل إليس. شكرا عبد الله ولانا، واهلا بكم مشاهدينا الكرام. فرضت معطيات النصف الاول من الموسم وتحديات النصف الثاني فرضت على عدد غير قليل من فرق الدوري ترتيب اوراقها. سوق الانتقالات الشتوية كان فرصة مثالية للفوز بعدد من الصفقات المحلية والخارجية، وهذه تفاصيل اهم العقود المعلنة. صفقات اللاعبين المواطنين بلغت 26 صفقة، عدد صفقات اللاعبين الأجانب 18، 13 صفقة تتعلق بلاعبين أجانب جدد. أما بشأن اللاعبين اليمنيين فبلغ عددهم 5 يتمتعون بصفة اللاعب المقيم بعد البادرة المتميزة المعلنة من الاتحاد القطري لكرة القدم. الخور والسد الأكثر نشاطا في سوق الانتقالات الشتوية، ولهذه الحركية دوافع وأسباب. الخور من أجل تفادي معركة الهبوط، والسد للاستعداد الجيد للاستحقاقات المحلية والقارية. 6 لاعبين جدد يعززون صفوف الخور. يأتي السد ثانيا في ترتيب الأندية الأكثر تعاقدا مع اللاعبين بـ5 أسماء بين عائدين وجدد. قطر المعني بصراع البقاء أتم 4 صفقات، وكان نصيب الريان 3 صفقات. سجل سوق الانتقالات عودة قوية للاعبين القطريين المحترفين في أوروبا، وكان السد هو الفائز الأكبر. ففي الساعات الأخيرة من الميركاتو نجح السد في تعزيز صفوفه بصفقة من العيار الثقيل بالتحاق الدولي أكرم عفيف معارا من فريق فياريال الإسبانية. قبل عفيف كان السد قد أعاد إلى أحضانه مجددا مدافعه السابق عبد الكريم حسن. أما ريان فوقع لأحمد ياسر قادما من كولتورال ليونيسا المنتمي للدوري الإسباني لأندية الدرجة الثانية. وتمهيدا للعودة إلى الساحة القارية، أحدث الغرافة تغييرا على مستوى إدارته الفنية بالتعاقد مع المدرب التركي إيغون بولنت. وتمثلت الخطوة الثانية لنادي الغرافة في استقطاب نجم الكرتين الهولندية والعالمية ويسلي شنايدر في أقوى صفقات الموسم قادما من جالاتا سراي التركية. عزز الفريق صفوفه بمهدي تاريمي قادما من بيرسبوليس الإيرانية. وختاما أهدت إدارة الغرافة فجماهيرها صفقة أخرى مدوية بالتوقيع مع لاعب منتخبنا الأولمبي عاصم مادايو معارا من نادي تحيل وقادما من تجربة احترافية بقميص أوبن البلجيكية.
مشاركة 4 فرق قطرية في دوري أبطال آسيا وتقليص عدد أنديات الدوري إلى 12 أشعلت التنافس على مختلف الواجهات وفرضت على الأندية حشد كل إمكانياتها لتكون في مستوى تحدياتها وتطلع جماهيرها. في الختام أشكر حسن متابعتكم وعودة للزملاء لاستكمال التاسعة. شكرا لك يا أليس. النشرة ما زالت مستمرة معكم مشاهدينا وفي أبرز عناوينها بعد فاصل قصير. ندوة الخبراء الفنيين في الفيفا تؤكد في ختام أعمالها في الدوحة على قيم النزاهة والإنصاف بين دول العالم. تحية من جديد. شددت ندوة الخبراء والمحاضرين الفنيين بالاتحاد الدولي لكرة القدم على قيم النزاهة والإنصاف بين مختلف دول العالم. جاء ذلك في ختام أعمال المحطة القطرية والتي كانت منصة للفيفا لطرح مشاريعها الجديدة ولتسويق فلسفة تطوير اللعبة. 4 أيام مثمرة في ضيافة دولة قطر الشريك الاستراتيجي للاتحاد الدولي لكرة القدم. ندوة الخبراء الفنيين بالفيفا وفي مشهدها الختامي شددت على أهداف ورهانات الفلسفة الجديدة للاتحاد الدولي في مجال تطوير كرة القدم والنهوض بالأداء الفني في العالم أجمع. دولة قطر لديها بنية فنية تحتية جيدة جدا أو صلبة من خلال تكون منصة للانطلاق لبناء كرة قدم بمستوى متطور وبمستوى أفضل من خلال البنية التحتية المتواجدة، من خلال البرامج التدريبية، من خلال الفلسفة التدريبية اللي احنا نعتمدها. لكن هذه الورشة أعتقد أنها هي بتكون انطلاقة لبناء جسر من التواصل بشكل مباشر جدا مع الاتحاد الدولي. الورشات همت مواضيع كثيرة ومتنوعة، وأبرز التوصيات هي أن تصل فلسفتنا إلى المعنيين في الاتحادات الوطنية والقارية. تطوير كرة القدم يتطلب إرساء أسس متينة في كل اتحاد مع ضرورة المتابعة والتقييم ضمانا لتحقيق أهدافنا. أزيد من 100 خبير فني يمثلون 30 دولة من الاتحادات القارية الست حضروا، ناقشوا وتدارسوا أحدث استراتيجيات ومشاريع الفيفا للرقي بكرة القدم العالمية وفق رؤية شاملة وموحدة. الكرة القاعدية وكيف تطويرها في جميع الأنحاء باعتبارها النواة الأساسي واللاعبين هما الخلية الأساسية، وبذلك بتطويرهم وصقل المواهب ديالهم والاكتشاف المبكر والتطوير المبكر كيمكن نخلقوا به ويعطينا لاعبين اللي غيكونوا يمكن لهم يلعبوا على المستوى العالي. نحن سعداء بانه ننتمي لهذا او نشارك في هذه الورشه المتميزه بصراحه، صحيح قصيره المدى لكنها كبيره بالفائده علينا وعلى ان شاء الله كره القدم في منطقتنا المنطقه العربيه. والتنظيم مثل هذا الحدث في قطر التي يعني نحن ننتظر منها كأس العالم 2022. الندوة الأولى من نوعها منذ 5 سنوات أتمت أشغالها في الدوحة، لكن العاصمة القطرية تواصل شد الأنظار حين تحتضن اعتبارا من الاثنين حكام مونديال روسيا 2018 في دورة يشرف عليها رئيس لجنة الحكام بالفيفا الإيطالي بيير لويجي كولينا. لأخبار قنوات الكاس، محمد المهدي الراضي، الدوحة. النشرة ما زالت متواصلة وفيها بعد قليل. نهائي الدوري القطري لكرة السلة العربي لاستعادة مجد غاب 24 عاما والوكرة من أجل تتويج تاريخي. نجحت كأس العمال مع انطلاق نسختها 6 في تسجيل رقم لافت على صعيد الإقبال الجماهيري. أمسية الافتتاح جمعت أكثر من 5000 متفرج غطوا مدرجات ملعب عبد الله بن خليفة في مدينة الدحيل. هذه جولة ترصد آخر الأخبار على الساحة المحلية. مو
مباراة نهائية بنكهة جديدة، تلك التي تجمع السبت بصالة نادي الغرافة بين العرب والوكرة في نهائي الدوري القطري لكرة السلة. المواجهة تحمل معركة تكتيكية بين التونسي حاتم مملوك مدرب العربي الواثق من تحقيق اللقب، والمصري إيهاب جلال مدرب الوكرة الطامح لقيادة الوكرة لدخول التاريخ. نهائي وأي نهائي ذلك الذي سيجمع نادي الوكرة بالعربي، كيف لا، وشغف حيازة اللقب لدى الطرفين كان إلى وقت قريب بمثابة الحلم. فيكفي أن نذكر أن آخر تتويج للعربي كان منذ 24 عاما، في حين لم يذق النادي الوكروي حلاوة معانقة اللقب البتة. العربي الذي بلغ المباراة النهائية بعد فوز صعب على قطر بفارق نقطتين فقط في المباراة الفاصلة، فخالد النصر وزملائه لن يتنازلوا عن الجهد الكبير المبذول، ومن المؤكد أنهم يريدون إعادة عجلة التاريخ إلى العام 1994 تاريخ آخر تتويج. الإنجاز هذا إن شاء الله يوم السبت نخلصوه فوزنا على نادي الوكرة ومبارك له لأول مرة في تاريخه بيكون في النهائي عكس نادي العربي اللي متعود بالنهائيات ومتعود بالألقاب. رغبة العربي الكبيرة لا تعني أنه سيجد الطريق معبدا لحمل اللقب، فالمنافس اسمه الوكرة، فأن تصل للنهائي لأول مرة في التاريخ فذلك يعني أنك ستعمل المستحيل لعدم تفويت الفرصة. وصول أوجه جديدة للمنافسة دي حاجة تعتبر إضافة جديدة جدا، وبتخلق نوع من الحماس للفرق واستعداد للفرق في نفس الوقت، وده هو ده المطلوب. يعني عكس في سنوات سابقة كان الأمال ما كانتش متاحة كده. إجماع على أن حل نادي الجيش والتوزيع العادل للاعبين أحدث انعكاسا إيجابيا على منافسات السلة القطرية، وتكافؤ موازين القوى بين الأندية جعل المنافسة أكثر ذروة داخل أرضية الميدان ومتعة أكبر لكل متابع، في انتظار أن يقدم الفريقان في المشهد الختامي مستوى يعكس تطور السلة القطرية ويرقى أيضا لمستوى الحدث. لأخبار قنوات الكأس، عماد الدين بوجناح، الدوحة. يدخل دوري بنوك قطر العز والخير عشية السبت منعطف جولة جديدة تقدم 6 مباريات. في الأثناء تعيش صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة على وقع مواجهة الريان والغرافة وحوار الشرطة والخور. هذه إطلالة على فعاليات أجندة يوم جديد. قبل ختام هذا التذكير بأبرز العناوين. فريق الأدعم يضيف ذهبيتين وبرونزية إلى الحصيلة القطرية في ثاني أيام آسيوية القوى في طهران. سيدات منتخبنا الوطني يكتسبن خبرة جديدة ويعززن المهارة في مواجهة سيدات بايرن ميونخ. في دور النجوم الدحيل يستعيد الانتصارات ويعزز الصدارة، والريان يكسب الوصافة مؤقتا. كان في التاسعة أيضا ندوة الخبراء الفنيين في الفيفا تؤكد في الدوحة على قيم النزاهة والإنصاف بين دول العالم. نشكر حسن متابعتكم للنشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار قنوات الكأس في قطر. الموعد الإخباري اللاحق منتصف ليلة الدوحة، كن على الموعد. في أمان الله. Thank you.